عايز اقول لكم انه مفيش حد فينا ما حلمش بالفانوس السحري، وانه الجن بتاع الفانوس هيحقق له الاحلام اللي هو، واحنا كلنا عيال كنا بنحلم، كل واحد عايز يبقى غني، عايز يبقى مشهور، عايز يبقى ذكي، عايز يبقى محبوب. انا كنت بحلم ابقى اذكى واحده في العالم، معرفش الحلم ده اتحقق ولا لا ابو صلاح. وكنت بحلم ان انا يبقى عندي ارسم فستان فيتحول الى حقيقه، يعني البيت بقى بعمل ديزاين على لكن كلنا كنا واحنا بنحلم مش عارفين الحلم ده ممكن يتحقق ولا لا. هل احنا عندنا القدره اننا نحول الحلم ده الحقيقه، ولا لازم نستنى الجني بتاع المصباح؟ انما في واحد عمل كده، في واحد حلم وما استناش الجني بتاع المصباح، حب يبقى شاطر فبقى أشطر واحد في مصر والعالم، حب يبقى مشهور فبقى أشهر واحد في مصر والعالم، حب يبقى موهوب أو يعني يتمتع بموهبة ربنا ليه فبقى أكتر واحد موهوب في مصر والعالم، وما احتاجش الجني، احتاج مخه واحتاج قراراته واحتاج شخصيته يمرنها ويعمل كنترول عليها علشان توصله للحلم اللي هو كان عارف منه وهو صغير انه يقدر يحققه بايده مش بالجن. عشان كده بقى اسمه محمد صلاح. اتكسفت. مفيش حاجه اقولها. خجول برضو مفيش فايده. مش محتاجه اقولك انا قد ايه بحبك، قد ايه بحبك من قلبي، وبحبك كأم، وانا جايه هنا بصفتي ام علشان انت طبعا عملت احاديث مع كل المحطات وباللغات وكل الناس وكل الحاجات، لكن قد اختلف في ان انا طشت في الكوره. وانت عارف الكلام ده كويس يا محمد مش كده؟ لا انا متابع حضرتك من زمان وشفت لقاءات كتير قوي، بس يعني حضرتك بتقولي دلوقتي ان انت مالكيش في الكوره. انا فعلا طشت في الكوره، مع ان انا استضفت نجوم عظيمه، بس كنت لازم اذاكر كويس قوي علشان قيمه النجم اللي قاعد معايا. انا جايه لك كأم بتدور على ابنها وبتشوفه مرتاح ولا لا، سعيد ولا لا، وعايزه تقول له حاجات يمكن ناس كتير ما قالتهالوش، قيمته عند المصريين. انا جايه انقل لك حب الناس، وعايزه اقول لك انه ممكن كلهم يكونوا حاسديني وهيجيبوا لي سكته قلبيه دلوقتي ان انا قاعده اتكلم معاك، لكن الحقيقه ان انا مش جايه اتكلم معاك، انا جايه اقول لك انت في مرحله بتخش فيها في التاريخ بتاع مصر. ما انتاش مجرد لاعب كره مشهور، وما انتاش شاب محبوب، وما انتاش اعظم لعيب كره في العالم، انت داخل في حته هيبقى فيها صورتك جنب كل عظماء مصر، وهيفضل ده لسنين طويلة. فالمنطقة دي يعني أنا جاية أقولك عليها علشان أنت كابني ما تضايقش لو حد ضايقك، وما تفرحش قوي لو حد حب ينفخك على الفاضي. أنت هنا في منطقة تانية غير أنك نجم، أنت نجم وحبيب وشاطر وكل حاجة، لكن أنت داخل التاريخ برجليك، وإحنا فعلا دخلت، يعني أقدر أقول أنك أنت دخلت. فمن هنا هنبتدي نتكلم مع بعض أن أنا ابني، أنا اللي بدخل التاريخ دلوقتي لأن أنا قاعدة معاه. لا إزاي، ده شرف ليا والله. ده حبيبي.